الامور الديني. انت الاب ديال هذا ولدي نزار. شنو الراي ديالك يعني انه طلب؟ الراي ديالي اخويا هذا السيد الا طلب جواز، جواز ماشي عيب. اي واحد طلب جواز ماشي قال شي حاجه خير، ما قالش فيها شي حاجه ولا مس بها قال شي كلمه خيبه ولا شي حاجه. الجواز اللي هرب الجواز هرب الطاعه، ولكن ولدي ما كيسمعش ليا. علاش كيسمع ليا؟ انا هذا حمار اللي بغى يتزوج ويكون كيتشاور معايا ما غنديرش معنا هذا الشيء. صافي هي متكبره، خاصو انت هو يتكبر عليها، ما خصش يقول شي كلام. راه الجواز ماشي عيب، اي امراه اي بنت باغا تتزوج وخلى على البنات ها هما عمش طبابي من هنا في اكادير وكيهرب ليا هو على البعد. وحنا اللي ندخلش في حياته الشخصيه، انا اي امراه كنحترمها والعيالات راه نعمه. علاش علاش هو قال لها نتزوجوك؟ ما قالش شي كلمه ديال العيب، هو ذكر الزواج لان راه هو في سن المراهقه. صافي عجباتو راه قال لك نتزوج بها، ما كاين حتى شي مشكل، ما قالكش خدي شي حاجه ديال العيب. راه قال لك نتزوج، ما قال هو عشرفك. اي بنت كتمنى تتزوج، ماشي ما الزواج راه ماشي راه الزواج حلال وديروا شي حاجه حلال. الا كانت انت قاصده المعقول. ولدي راه ما كيسمعش ليا، كنت نخطب عليه الا بغى. مالو ماشي راجل، راجل وطوله في متر 87، ما مريض ما والو صحي، علاش ما يتزوجش؟ راه راجل ورياضي ما كيديرش شي حاجه خايبه، ما عنده لا صوابق. هذا هو اللي كنتمنى. المراه اش كتمنى؟ كتمنى عشي راجل يكون معقول وما يكون لا عنده لا حبس لا صوابق، هادشي اللي كتمنى المراه. وانا لو بغيت ولا بغى يمشي معاه انا ما بقيت نسيني عليه، ما عمره يجي عندي للدار لا هو لا هي. صافي يمشي معاها، يمشي معاها في خط واحد. انا هذا الطبع فيا انايا. صافي الراجل اللي تزوج يتبع مرته، ما يبقاش انا شادو. مال هو بنت غادي يبقى شادو في الدار؟ ما نقبلوش يمشي معاها فين ما مشي، وخا يمشي معاها فين ما مشى. هذا هو الراي ديالي كنقولوه هنا قدام الناس. اللي كيبقى يشوف ولدو اجي ولدي مالا زارت لك زارتو، هذاك ماشي رجوله. هذيك الراجل الا خاد المراه خصو يتبعها. وشو راه حنا كاع كنعشقوا، وحنا راه فهمتي اي واحد راه كيعشق اي مراه، اي مراه كتعشق الراجل. كاين اللي ما كاع ما مجوج كاع وكيعشق مراه، فهمتي؟ راه عندنا روح، حنا ما عندناش روح. راه كيتشهى بنادم وكيعشق دري صغير، كتلقى كيعشق التلميذه ديالو معاه، كتقرا معاه في القسم وكيتشهى. استاذ كيتشهى حتى هو التلميذه ديالو. دابا انا كنتمنى ليه الا كانت هاد السيده ولدي راه ما قصد والو، ناوي على المعقول، الله يهديها وتنقص من راسها. راه ولدي ناوي على المعقول، وهي تقول لي ودي انا مجوجه ولا عندي خطيب، حتى هو تقنعو باش ما يبقاش كل مره يتكلم معها. راه هي خصها تقنعو، تقول لها ودي راه انا ما بقيتش بغيت نتزوج، راه عندي خطيبي ولا عندي هادي، حتى هو راه غادي يقتنع وغادي يحيد، ما يبقاش يتكلم عليها. راه طلع العيالات فهمتي. شنو المواصفات ديال الزوجه ديال الولد اللي تمنى ليه؟ وحنا كنتمنوا شي انسانه تكون محترمه، هذا الشيء اللي كنبغى الاحترام. انا ما باغي حتى شي بنت من غير نادى حسي. وحتى نادى حسي خاصك تاخذ الموافقه ديالها. نادى حسي راه هي ما كتبغيش الجواز ديال الانترنت، كتمشي تبغي تمشي عندك لدارهم وتخطبها ودير الخطوبه ودير الناس باش تعرف هي بان ماشي حتى هي راه مراه كتحس. ما غاديش فهمتي؟ تمشي معاك ويمشوا معنا شخصيات كاع اللي وعر مني انا كاع. هذا هو اللي كاين ليها يعني من هذا المنبر. وكنقول لهم الخير وصافي، وهي الله يهديها نقص من راسها شويه. قالت الدعيه والدعيه لقى الدعيه لا قالش كلمه خيبه، ما قالش شي حاجه عيب، ما مس بها ولا مس بها بشي حاجه. قال واش الزواج عيب؟ الزواج حل الله. هذا علي قال شي بنت غنتزوج بك غتمشي تدعيه، راه قال لي يا سعاد القادر انا بغيت نتزوج بك. هذه راه ما كايناش كاع في القانون كاع.